اوكي، يبقى لحد كده يا شباب المسألة دي واضحة ولا نعيدها تاني؟ حضرتك ممكن تعيديها مرة كمان؟ ممكن نعيدها مرة كمان. أول حاجة عملت هنا إيه يا آدم؟ أول حاجة قلت إن أنا عندي إن التريانجلز اللي اسمه، مسكت التريانجلز الأولاني من الجيفن اللي هو مديهولي، مديني الـ A B C، وقال لي إن الأنجلز الـ A B C إيكوال الأنجلز اللي اسمها الـ A C B. والله قلت طالما إن أنا عندي two angles are equal يبقى therefore إن التريانجل اللي اسمه الـ A B C هيكون is isosceles triangle، يبقى is isosceles triangle. ماشي، يبقى ده احنا كده عملت ايه؟ ان ده isosceles triangle. طالما ده isosceles triangle هستنتج من كده ان انا عندي ان ال AB هيكون equal لل AC. خلاص كده بقى ده equal ده. هو انا عايزه اعمل بروف ان ال angles دي equal angles دي، هجيبها منين؟ هجيبها من ان ال two angles ال two triangles are congruent. احنا اتفقنا امتى بقول ان ال two triangles are congruent؟ لما يكون عندي two sides ويكون في عندي one angle between the two sides are equal. ماشي، one angle، أو بدور على two angles one side. ماشي، أو بدور على هنا three sides بيكونوا equal في two triangles، أو لو كان عندي right angle triangle زي كده بعمل إيه؟ بكتفي بس بالهايبوتينس، وكمان السايتس بتاع ايه يا شباب؟ الهايبوتينس هنا والسايتس اوف one of sides of right angle للرايت انجل، اي سايتس من التو رايت انجلز، من تو سايتس بتوع الرايت انجل. طب تعال نبص كده ايه اللي موجود عندي؟ والله موجود هنا ده رايت انجل، فبالتالي since ان التريانجلز ان تريانجلز ال A C E والتريانجلز اللي اسمه ال A B D، في عندي بقى ال 3 cases اللي أنا عشان أقول عليهم، أو 3 conditions اللي أنا أقول عليهم إن ده right، إن دول congruent، إن ال A B equal ال A C وال B C equal ال C E، دول كده ال hypotenuse equal hypotenuse، one of two sides equal ال other side، وإن ال measure of angles equal 90، يبقى therefore إن ال two triangles دول مالهم؟ هيكونوا congruent. طالما congruent يبقى شبه بعض في كل حاجة، يبقى therefore ان ال A ال D A B هتبقى equal ال measure of angle C A ان C A B. بس ها، اتفهمت كده يا شباب؟ اتفهمت ولا نعيدها تاني؟ لا شكرا يا ميس. مهم جدا. مش خلينا نحل كمان سؤال الكتاب number 13. يلا يا آدم بقى. respect angle ABC and ED parallel BC ماشي، where A belong AB. تمام. وهتعمل له Suppose كده. that ABD is isosceles triangle. ماشي، بيكون isosceles triangle. Since in DE أو ED parallel BC برافو. therefore measure of angle DBC equal measure of angle EDB. بروف عليك هنا دي بي سي هتبقى equal measure of angles بي دي اي، مش دول alternate angle؟ حلو جدا. Since in the measure of angle D equal measure of angle B, الميجر بقى دي بي سي الانجلز دي equal الانجلز اللي جنبها، يبقى equal الميجر في انجلز ال E B E D. ماشي، يبقى therefore
there are four in the four in angle D equal angle B. الفور الثانية ان الترينجل اي بي دي ايسوسيلز ترينجل. بروفايل. يبقى طالما دي ايكوالز دي ودي ايكوال اللي جنبها، يبقى ذيرفور ان تو انجلز اللي هي اسمها دي ال اي دي بي هتبقى ايكوال الميجر اوف انجلز اسمها ال اي بي دي. يبقى ذيرفور ان التريانجلز اللي هو بيقول لي عليه ان ال اي بي دي از ايسوسيلس تريانجل. حلو جدا. ماشي، هسيب لكم يا شباب اللي بعد فيها نمبر 14، نفس فكرتها بالظبط، بس هنا هستخدم ايه؟ هنا هستخدم التو سيرمز مع بعض. ايش يبقى دي هوم ورك؟ خلينا نحل مسألة نرخم على نفسنا شوية بقى. ايش نمبر 16؟ يلا يا عبد الله. يلا يا عبد الله افتح المايك عندك. يا عبد الله هل تسمعني؟ يلا حبيبي ماشي. نمبر 16 Y is X is a triangle in which Y Z equal Y X. يبقى ال y then equal y x equal And M B angle M Y equal 15 و ماشي. X M Y X M equal 15 degree. Prove that M Z X is an triangle. طيب هو التريانجل ده كله مساحته كام على بعضها؟ هو عايز انا اعمل له بروف ذات ان التريانجلز ده يكون اساسر تريانجل. ال M Z وال X هي ال M المفروض تبقى 15 degree صح؟ ال ايه ال M ليه؟ الناحية التانية برضه 15 degree؟ لا، ما هو دوت مش التريانجلز ال y m x ده مش ايسوسيلي. انهي اللي ايسوسيلي؟ ال y z x كله. ال Y Z X بس هو الرسمة دي مش واضحة عجيبة. هو قايل لك هنا ايه؟ مديك ال y z هنا بيكون equal ال y x، ده دي two sides بس equal. مش ومش مديك اي حاجة غير الانجلز دي، ومديك الانجلز دي ليها اكتر من طريقة نحلها. طيب أول حاجة نجيب X و Z برافو. ها هو بتاع ده كله 180 صح؟ بالظبط كده. اي تريانجل في الكون بيكون السم اوف انتيرور انجل ايكوال 180. حلو جدا. ها طيب ثانية بقى نحسبها هيطلع ال X و Z تطلع 145 145 ال x وال z مش 25 صح؟ ب 125. حلو جدا. وهما اصلا equal، يعني h angles هتكون equal كام؟ الانجل هتكون ايكوال 62 هتبقى 62. حلو جدا. يبقى ال z كلها على بعضيها ب 62. طب الانجلز دي كلها الاكس كلها ب 62، جزء منها ب 15، يبقى الاكس هنا يكون ايكوال هو الاكوال 47 27.
مش 47. 47. حلو قوي، ادي 47. محتاجة اجيب الانجلز بتاعت الام اللي هنا واشوفها هيكون ايكوال كام. ام هنعمل دلوقتي ثانية، يبقى ايكوال 109. بقى ايه النمبرز دي كلها؟ ما بعرفش، لا يبقى اعملها ماينس 180، يبقى 71. يبقى 71. مش هو في حاجة حسبناها غلط؟ ال 125 بتبقى 145 مش 25. 145. ماشي، ده أول 145. يبقى H angles هتبقى equal 72. يبقى دي 72 ودي كلها 72، جزء منها ب 50 ب 15، يبقى الجزء التاني هيكون equal يكون ايكوال 57. هتبقى 57. 57 ماشي. ممكن نعمل يبقى ال M لازم تطلع equal أي واحدة منهم. ثانية بسيطة. تطلع 51. هتطلع معايا 51؟ لا بص، يبقى احنا كده حسبنا حاجة غلط برضو تاني. طيب تعالى كده نمشي واحدة واحدة، نمشي واحدة واحدة. انا عندي عامل ايه هنا؟ انا هبدأ اقول له كده سنس، وامشي معايا بقى بالحسابات اللي انا هقولك عليه. سنس ان انا عندي في التريانجل اللي اسمه الواي زد اكس، بيكون في عندي هنا ان الواي زد ايكوال الاكس واي، يبقى therefore ان التريانجلز ده اللي اسمه الواي زد اكس هيكون is an isosceles. مش يبقى ده isosceles؟ مش بعد كده هقول له كده ايه؟ يبقى therefore ان the measure of angle z هتبقى equal the measure of angle x، يعني هتبقى equal كام؟ هبدأ أقول له كده 180 minus 50 divided 2. طيب 180 minus 50 اللي هي equal 130، divided 2 اللي هي تطلع معايا equal كام يا شباب؟ 65. 65 degree. يبقى ال z دي ب 65 ودي كلها ب 65. طيب جزء منها ب 15، يبقى ال part، يبقى أقوله كده therefore إن ال measure of angles الصغننة بقى ال m x زد هتكون equal كام؟ هقول 65 minus 15 اللي هي هتطلع معايا equal كام؟ هتطلع معايا equal 50. يبقى ال angles دي هنا equal 50. طيب خلاص كده بقى عندي دي 50 ودي 65، أقدر أجيب ال m؟ أقدر أجيب ال m هنا. هقول له كده يبقى therefore ان ال measure of angles m هتبقى equal كام يا شباب؟ هتبقى equal 180 minus 65 plus 50. طبعا 65 plus 50 اللي هي equal كام يا شباب؟ 150. 105 minus 180 هتطلع معاكم equal كام يا شباب؟ أمس احسبوا لي 180 minus 65 plus 50 اطلع 161. لا مش تطلع ب 100، ماشي، تبقى تاني 100 هو ايه هي؟ هنا 180 180. minus هنا 65 plus 50 هتطلع معايا بكام بقى؟ مش 6، قلت حضرتك 65 بلس 50؟ 65 بلس 50 زي ما انا قلت مش هتطلع طلعت مع 65. كام؟ طلعت 65 مش 165، 65 على طول يعني يا عبد الله. ماشي اوكي ماشي.
65. يبقى معنى كده هقول له since اني الميجر اوف انجلز الزد ام اكس equal الميجر اوف انجلز زد، يبقى therefore ان التريانجلز ده هيكون ايه؟ هيكون isosceles triangle. وخلص السؤال على كده، وخلص السؤال على كده. ها اتفهمت؟ فعلا. ماشي، حلو جدا. نفس الفكرة بالظبط يا شباب، تعالوا نحلها. number 17، يلا يا ملك. number 17 يا لوكا. ملك يا ملك، ملك خرجت. طب يلا يا ايه، نعم يا مس. يلا حبيبي. number 17 Okay. ABC is a triangle in which AB equal AC. اوكي. Measure angle A equal 70. Measure angle MCA equal 25. Measure angle MBC equal 30. Prove that triangle MBC is an isosceles triangle. Well, since AC equal AB, ماشي، فمجر انجل سي ومجر انجل بي هيكونوا equal بعض. برافو عليكي. يبقى هنا يبقى therefore ان ال measure of angles B تبقى equal ال measure of angles C. حلو جدا. تبقى equal كام بقى؟ تبقى equal 25 plus 30. مش 25، انا ال C كلها وال B كلها اللي هما بيكونوا equal. 25 plus 30 لا مش هقول 25 plus 30، دي في تريانجل ودي في تريانجل تاني خالص، فبالتالي أيوة هتجيب ال 70 180 minus 70. 180 minus 70. تمام، أوكي فهمت. 180 minus 70 هتبقى 110. 100 110 على 2 equal 55. equal 55. But هنا 55 وهنا 55، ماشي فميجر انجل سي كلها على بعضها علشان تبقى 55 هنقعد لها 30، ماشي وميجر انجل بي عشان تبقى 55 هنقعد لها 25. ماشي تمام كده، ان هنعمل سنس اد بقى، ميجر، مش هنعمل ايوه انجلز، هنعمل سبتراكت ليها. يبقى سي كلها نعم هنعمل لها سبتراكت مش اد. ايوه ما قلت. ماشي يلا كمل. تمام، فدي هتبقى 55 ودي هتبقى 55، وكده we proved that triangle MBC is an isosceles triangle. برافو عليك. يبقى دي هنا 25 ودي 25 ودي كده هتكون 20. تمام، وعندي هنا 30 و 25. عايزة أجيب الأنجلز اللي موجودة عندي هنا، دي هنا 30، سوري مش 25، دي 30. وطالما هنا دي equals دي، يبقى therefore إن التريانجلز ده هيكون isosceles triangle. حلو جدا جدا. ماشي ناخد number 18 يا شباب، homework إن شاء الله. اوكي يبقى number 18 هتكون معانا في الهومورك. ماشي خلينا نشوف، ناخد numbers تاني. ماشي قولوا number 18 و19 كمان، الباقي دول هنعمل فيهم ايه؟ الباقي دول هنحلهم مع بعض ان شاء الله الحصة اللي جاية. احنا كده فاضل لنا كام؟ This 19 و 20 homework. بعد كده المرة الجاية ان شاء الله يا شباب هنبدأ نحل. 18 هنا 18 و19 و20. المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ نحل الإكسرسايز، بس هنبدأ بقى من ورا لقدام، من المثال اللي هي الجميلة دي الأول. نبدأ من أول questions number 30 ونطلع بقى فوق، عشان المسائل اللي ورا دي بتكون شوية شديدة شوية. أوكي طب لحد كده يا شباب، في حد ليه سؤال في أي حاجة في الجزئية اللي إحنا خدناها النهاردة؟ ليش تمام ماشي حبايبي، يلا أشوفكم على خير بإذن الله الحصة الجاية. السلام عليكم.